التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير. تحياتنا تتجدد الى مسامعكم مع اشواط، تجدد اشواط صباحي هذا اليوم في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. سن اللقاية ينطلق الشوط السادس في اشواط صباحي هذا اليوم، سادس الاشواط مع الابكار، اللقايه المهجنات الاصايل، الخمسه كيلومترات، شعارات ابناء القبائل التي تتشكل في الوانها بهذا المنظر الجميل، تاتي الى تحفه الميادين في المرموم، تنقلها الى مسامعكم شاشه دبي ريسنج في مؤسسه دبي للاعلام في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. انطلق الشوط، انطلقت الامال، انطلقنا مع المراكز الاولى لنعطي حضراتكم الوصف التفصيلي. تقود مساري هذا الشوط وتتقدم بالمركز الاول الذي تاتي الكدريه، الكدريه احمد بن محمد بالويهي اليحافي على مقدمه الشوط على المركز الاول، ولكن التغيير على المقدمه النادره، النادره مصبح بن عبيد بن مصبح بن يولك الكتبي ياتي بهذا الاندفاع على هذه الانطلاقه. ناخذ المركز الثالث اللي انطلقت ووصلت في هذا الاندفاع، هذه دهشه، هذه دهشه، دهشه تتقدم مشاهدينا الاعزاء. مالكها ناصر بن سعيد بن راشد الساعدي ياتي بالمركز الثالث، ولكن حمدان بن حمد بالضعيف بن غدير يقدم فال، وهذا راشد بن حمد بالضعيب بن غدير يتقدم مع فال، مع فال. ناخذ المركز الخامس، هذه تقدمت في خامس المراكز، حضور راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي يقدم حضور. المركز السادس، سادس المراكز، سلطان بن يعقوب السعيدي وشعاره يتقدم على المركز السادس، يقدم مشاهدينا الاعزاء في هذا الانطلاق مجد 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 في هذه الانطلاقة. المركز السابع، سابع المراكز، هذه تتقدم هلابك سعيد بن مبارك بن نعيض العامري يتقدم في هذه اللحظات في هذا الاندفاع. المركز الثامن، هناك اشوف الدخول، مودة علي بن فايل بن حمد الزرعي يقدم مودة. المركز التاسع، تاسع المراكز، وهذه المسك حمد بن عبد الله بن خزام العامري. والمركز العاشر أيضا بنشوفها شواهين، هذه سالم بن راشد بالحبالة. هذه العشر المراكز الأولى، ولكن الشوط ملي بالأسماء، ملي بالشعارات. خلف العشر المراكز المهجنات دائما بالأعداد الكبيرة، بالأعداد الكثيرة في هذه الانطلاقة. عودة إلى المراكز الأولى مرة ثانية بعد إكمال العشر المراكز، نعود إلى هالمرغم، نعود إلى بالضعيف، نسير مع المراكز الأولى. راشد بن حمد بالضعيف بن غدير يتقدم في هذه اللحظات ويقدم هذا الفال الصباحي، يقدم فال على مقدمة الشوط بهذا الاندفاع. تليها في المركز الثاني، وتأتي في المركز الثاني النادرة على ثاني المراكز، يتقدم مصبح بن عبيد بن مصبح بن يولك على المركز الثاني، ولكن المركز الثالث هذه اللي تأتي مشاهدينا الزرعي يتقدم مع مودة علي بن فايل الزرعي يقدم لنا مودة. يا مجمل اسمها مودة، مودة مع هذا الانطلاق. المركز الثالث، ادهش
دهشة وصلت دهشة. ناصر الساعدي كذلك وشعاره في هذا الاندفاع، ولكن شوف الدخول، شوف الأسماء هذه وصلت مذهلة، مذهلة تقدمت. ذياب بن محمد بن سالم الهاشمي يتقدم في هذه اللحظات، أول نداء لمذهلة، أول إذاعة لمذهلة، وصلت من خلف العشر المراكز. ولكن هناك بن دليوي، بن دليوي يقدم حضور، راشد بن سعيد بن دليوي على المركز الخامس، السادسة، السادسة شواهين، شواهين سالم بن راشد بالحبال الاكتبي يتقدم السابع. وينها؟ وين هناك؟ وصلت في هذه اللحظات وتقدم الطيف، خليفة بن سيف بن عبد الله المنصوري المطوعي يتقدم، ولكن نجدة، نجدة تأتي بهذه اللحظات، مجدة مجدة مجدة، سلطان بن يعقوب السعيدي في المركز الثامن، والتاسع الشاهينية، سعود بن سالم المنعياتي والمركز العاشر، نهب نهب نهب، سعيد بن راشد بن مسلم العمري، وخلاص يا العشر، خلاص 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 خلاص، في هذا الانطلاق، في هذا التحدي الجميل، وين وصلنا؟ بعد الكيلو، بعد الكيلو الأخير، يا مسرع اللقاية، يا مسرع اللقاية، مذهلة هذه اللي قلت لكم جت من خلف العشر، انطلقت ما شاء الله، مذهلة مذهلة مذهلة، ذياب بن محمد بن سالم الهاشمي، الهاشمي على المقدمة، ولكن شوف هقاوي، هقاوي وصلت أيضا، سالم بن حمود المالكي يقدم هقاوي، يقدم هقاوي وصالح، ما خابت فيها الهقاوي، وصلت أيضا في الأمتار الأخيرة. ومن الجانب الآخر اكسيورة، اكسيورة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي رجل الأمتار الأخيرة يقدم اكسيورة، وهقاوي المالكي والمرك والسعيدي بن يعقوب، ديروا بالكم منه، ولكن رمحاوية صباحية، رمحاوية صباحية، الأمتار الأخيرة، فيلسوف، فيلسوف التغمير، فيلسوف الأوامر، أحمد بن مطر بن مايد بن مبارك، أحمد بن مطر بن مايد بن مبارك يتغدى بالناموس، هذه كسيورة، سلام وتحية لأهل أرماح، أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يقدم كسيورة على الفوز والناموس. المركز الثاني سلطان بن يعقوب السعيدي يأتي في المركز الثاني، والمركز الثالث من وصلت في مشاهدي العزاء هذه الظبي لراشد بن محمد بن دحروي، المركز الرابع صالح بن سالمين أتى على المركز الرابع، والمركز الخامس شفت الخامسة عيوم من هذه بيان لخليفة بن نواب أو البلوشي، تهانينا والناموس، هذه كسيورة 7:35 ثلاث أجزاء من الثانية توقيتها في الإعادة، إفادة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، أهل أرماح أسعد الله أوقاتكم في كل صباح في هذه الانطلاق. المركز الثاني 7:38 سبع أجزاء من الثانية، مجد لسلطان بن يعقوب السعيدي أيضا قدم الدور في التنافس جميل للغاية. والمركز الثالث 7:39 بالوفاء والتمام، تهانينا للظبي لراشد بن محمد بن دحروي العامري، هكذا النتيجة.